هذه سائلة تقول: امرأة طافت طواف الوداع نعم. لحج عام 21 وعليها العادة الشهرية، وأفتاها بعض رفقتها أن عليها دم لفقراء الحرم، فهل ما أفتوها صواب؟ وإذا لم يكن صوابا فماذا يلزمها مع علمها بأن الحائض لا تطوف بالبيت أفتوها مأجورين؟ إذا كان الواقع ما ذكر أنها طافت للوداع وهي حائض ليس عليها شيء، لأن الحائض ليس عليها وداع، فطوافها خطأ، ما عليها وداع، الحائض ليس عليها وداع، تسافر بدون وداع، خفف الله عنها. الحديث أمروا أن يكون، يعني الحجاج أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. ولما حاضت صفية أم المؤمنين رضي الله عنها وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: أحابستنا هي؟ ظن صلى الله عليه وسلم أنها لم تطف للإفاضة. قالوا: يا رسول الله، إنها قد أفاضت. قال: فانفري إذن. فأسقط عنها طواف الوداع، الحائض ليس عليها وداع، وطافت خطأ وليس عليها دم، لأن لا ليس عليها وداع أصلاً.